اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما يعني اتكلمنا في الاول، احنا المدير الفني كابتن طارق خيري هو اسطوره بقى، يعني خلاص اصبح رمز من رموز النادي الاهلي في كره السله، مش بس لاعب وتاريخه الكبير جدا كلاعب، ولكن لما مسك كمان الرجال عمل تاريخ كبير جدا، يكفي بطوله افريقيا 2016 وكمان الدوري رجعه بعد فتره وعمل فريق ليه كيان. ولما طلب مع السيدات ما قالكش لا انا امسك الرجال، لا تواجد وجه ومسك الفريق خلف الكابتن علي هاشم. في البدايه برحب كابتننا الكبير كابتن طارق خيري، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم. يمكن دي مقدمه لازم اقولها لان ده حقك الحقيقه حبيبي، وجمهور النادي الاهلي لامس ده ولامس عشقك للكيان، وحتى ولادك الاثنين، الثالث طبعا طالع ان شاء الله لسه الناس هتشوفه، مؤمن ومحمد نفس الكلام وماشيين على نفس الدرب. خلينا نرجع بقى ل يعني بطولاتنا وانجازاتنا السنه دي. انت بدات الموسم موسم صعب جدا، فريق طالع من دروب لاسباب مش هنخش في تفاصيلها، عايز تعمل يعني نقلة لمكسب، ايه المحاور اللي اشتغلت عليها؟ لا محاور كتير، محاور منها جزء فني، شغل انت بتحطه على امكانيات الفرقة اللي معاك، جزء نفسي على ناس بتلعب وناس ممكن يبقى دورها قليل او ما بتلعبش، جزء عندي نجوم لازم يعرفوا ان احنا فرقة مش فرقة النجم الواحد، ازمة او محور مهم وقنابل موقوتة بقى يعني طبعًا الموضوع ده طبعًا. فانت ده شغل يعني شغالين عليه من السنة اللي فاتت، غرز زي ما حضرتك قلت في الاجتماعات، اذا كان غرز او اذا كان انديفيدوال، اذا كان لاين، او لو حصل حاجة وقدرنا حسينا ان حد بيلعب لوحده نقدر يبقى في رد فعل من الجهاز مختلف، بس دايما بتتكلم على ان التيم الفرقه النادي لحد ما تصدقها، لحد ما تلاقي الموضوع ده. الحمد لله خدنا ثماره في نهايه دوري المرتبط، يعني على مدار الموسم الدنيا حلوه، بس وكمان دوري المرتبط ده كان اختبار، كان اختبار الماتشات كلها من بدايه الموسم لنهايتها ما تقدرش تبين الجزء ده كجماعي، لان ماتشات كنت بتكسب ايزي، انما السبورتنج فرقه ماخده على بطوله، الشكل العام في الماتش الثاني كمان بصفه خاصه مرتبط خسر ماتشين، يعني كل ده كان ضغط عليك، اختبار حقيقي، اختبار على الولاد. انت كده كنت شغال، انا عامل ميتنج قلت لهم انا كسبت دوري المرتبط ولاد من غير الجمال ورامي جنيدي وفرقه الاتحاد، كان رجعوا لها 6 لعيبه، يعني كان اصعب من كده بكتير، وكان الموضوع نورمال وكسبنا، فاديتهم ده حتى ده عملته نموذج ليهم، عكس ان زي ما هم البنات بتقول او انا دايما بقول انا ما بحبش المحترف اللي يجي من النوعيه اللي ياخد الكوره ونلغي الفرقه، صح. دي تجيب، انا مع وجود الناس اللي دايما اللي هم بيحبوا الحلقه زي سوريا او سلعاوي او رنيم، ممكن تبقى الموضوع يجي عكسي، هتلاقي دول يقع منك او هيكرهوا المحترف، فكنا بندور على حد يلعب كويس ويلعب جماعي وليه ثوابت، في ثوابت ما تبانش في الاحصائيات، زي مثلا جيمي معانا الناس كتير قوي بيتعلق عليها، حتى احنا كجهاز بنتكلم في الجزء الفايتنج، ان انا ابقى فايتنج وان ان وان، لو رحت لو حد خبطني ما ينزلش بيا او ما سيبش الكوره او في سبرنت، انما ارقامها بالورقه والقلم احسن واحده بتدافع وان ان وان، من افضل اللعيبه بتدافع وان ان وان، تيم ديفنس 2 ان 2، ويمكن محققلك اللي انت عايزه احصائيات لعيبه تلعب مع الفرقه مش تلعب دي حقيقه لوحدك. اعلى اسيست في الفرقه، عامله حاجه 48 اسيست في 12 ماتش، رقم مش قليل للبعيد اللي وراها بعيد، اعلى ريباوند في الاوفنس ما شاء الله. فالموضوع انما الموضوع دايما بيتكلموا عليه كتير، فرقت معانا في دوري المرتبط، ان انا لو انا مهتم بيها قوي او هي خد الكوره والباقي خسرت وش الباقي عدم ثقه، الباقي كده كده مش في يوم وليله الناس دي هتطلع اللي جواها.